مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقه الوصل. خلينا نبدا بانه احيانا الناس بتتلخبط. يعني انا اتولدت وبسمع فتاوى في المملكه العربيه السعوديه عن انه قياده المراه للسياره حرام، وقابلت يعني وانا بعمل الدكتوراه عدد من المشايخ، مش فاكر ساعتها ان في حد فيهم قال انه حلال. بعضهم كان يقول انه حرام بحكم المفسده، وبعضهم يقول حرام، يعني قصص كده كتيره قوي قوي. وبعدين النهارده الملك سلمان خادم الحرمين اعلن انه قياده المراه للسياره حلال، وحتى خرج بيان من هيئه كبار العلماء شبه بتؤيد ده او بتؤيد ده، انا ما اعرفش. وده بيخليني نسال، طب هو العلماء اللي بيقعدوا، يعني الكنيسه في اوروبا ما اعتبرت انه البنج، عشان حركوا البنج اللي احنا بنحطه واحنا بناخد واحنا بنعمل عمليه جراحيه، قال لك حرام، وقعدوا له بتاع يجي 300 سنه بيحرموا البنج ده، يعتبروا ده شيء من اشياء بدعه، يعني حاجات اللي احنا بنقولها دي. برضو مفتي الدوله العثمانيه في فتره وفتره قال لك ان البورصه فكره سوق المال حرام، وقعدنا يجي 200 300 سنه رافضين فكره البورصه لغايه ما جه الانجليز مصر يعني دخلت الفكره مره تانية. طب يعني ده يعني بيخلينا نسال اسئله، هو بجد الحرام حرام ولا الحرام دي مساله في مرحله وبعدين بتتغير في مرحله تانية وكلام زي كده. انا اتمنى على القائمين على الفتاوى الدينيه ان هم يخرجوا لينا بمنهجيه. يعني ايه منهجيه؟ انا مش معني بايه حلال وايه حرام دلوقتي، انا عايز اعرف هو على اساس ايه بيقول حلال وعلى اساس ايه بيقول حرام. يعني قبل ما يوصل لاستنتاج انه التليفون حلال ولا حرام، طب انا عايزه في الاول يقول لي هو على اساس ايه وصل لهذه المساله. حضراتكم بقى شايفين اخواننا في المملكه، الشباب بقى ابتدوا يطلعوا ايه صور للسيدات بعد ما هيركبوا عربيات، فدي ايه ستات بقى يعني انتصرت وحاجات زي كده، ويعني تالي فرحة عارمة عند السيدات في المملكة وعند التيار الليبرالي هناك يعني. بس طبعا برضو التنكيت، يعني واحدة ست رجع بيقول لك اسفة ما شفتك، يعني ما حصل خير، يعني معلش العربية ركبت فوق العربية، ودي ست برضو ايه سايقة المواضيع وركب عربيتها، ويعني هنشوف بقى مشاهد زي كده. بس اتمنى ان الشرطه هناك تحمي السيدات، لان الفتره اللي جايه هتبقى قصص. يعني ده برضو ايه صوره تانية من الشباب السعودي منزلها، يعني نوع من التريقه على السيدات حينما يقودن السياره، انما فعلا في مهمه ثقيله على الشرطه السعوديه، لانه في البدايه كده هتبقى قصص، لانك انت حرمتهم من انه يكون في. هلا اخوي انت طالب اوبر، يعني الست بقى سايقه العربيه مش بس انها رايحه تسوق عربيتها، لا ده هي كمان ايه هتركب اوبر وكلام زي كده. يعني في كل الاحوال بتمنى الخير للمملكه والاهلها. وفي النهايه انا واحد من الناس انا بحترم يعني خصوصيات الثقافيه والفكريه لكل مجتمع، هم احرار، لكن انا بس لفتت نظري برضو جينا ايام الصلح مع اسرائيل خناقه كبيره جدا، هل يجوز الصلح مع اسرائيل ولا لا يجوز الصلح مع اسرائيل، وبقت مساله تعدديه بشكل يوصل لدرجه الفوضى. يعني انا موافق ان يكون في ثلاث اراء في كل مساله، اربع اراء، خمس اراء، انما الموضوع انه يوصل عندنا 70 عالم ب70 راي، طب ما هو اذا الموضوع فين المنهجيه الضابطه؟ يعني فين مش هقول لك القضبان اللي القطر ماشي عليها، اقول لك على الاقل طب فين الحدود؟ فين الخطوط البيضاء اللي لو العربيه بتروح يمين ولا شمال طب يعني تمشي في الحاره دي ولا في الحاره دي ولا في الحاره دي؟ انما احيانا كده بحس انها عامله زي مركب ماشيه في بحر محيط، ومش واضح بقى فين النجم اللي بيرمز الى الشمال.